ما زلنا في شارع النصر الذي كان يشهد العروض العسكرية السنوية احتفالا بانتصار أكتوبر. الشارع ما زال منذ انتهى المصلون من أداء صلاة الجمعة وأداء صلاة الغائب على شهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو يشهد حالة من التظاهر الممتد. نحن ابتعدنا عن الحشود الرئيسية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول حتى نتمكن من الظهور بشكل مباشر، ولكن على مدى نحو يعني 2 كيلو متر تقريبا تمتد المظاهرات بمظاهرة رئيسية أمام النصب التذكاري ومظاهرات فرعية تجوب الشوارع الجانبية وتجوب الشارع الرئيسي. تقريبا من مختلف المحافظات يشاركون في هذه المظاهرة، بينما انتهت المظاهرة التي خرجت من الجامع الأزهر والأخرى التي دعت إليها أحزاب القوى المدنية والحركة المدنية في ميدان مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية. والمحافظات جميعها شهدت هذه التحركات الشعبية الاحتجاجية على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والداعمة والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني والرافضة كذلك لأفكار التهجير والنزوح الجماعي من أبناء قطاع غزة نحو سيناء أو من الضفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. بالتوازي مع ذلك التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني، وأكد السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني على ثوابت مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، معيدا التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء قطاع غزة، وأيضا أهمية وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للتهدئة ودعوة المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية الدول العضوية في مجلس الأمن للسعي نحو التهدئة. هذا في ظل توافد العديد من القادة والسياسيين المشاركين في قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها صباح يوم غد السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة. قبل قليل أيضا غرد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوحا، وأن من يحول دون فتح معبر رفح هي إسرائيل، وأن من يمنع خروج مواطني وحاملي الجنسيات الأخرى من معبر رفح إلى مصر هو الجانب الإسرائيلي وليس مصر. إذن هناك تأكيد شعبي ورسمي على دعم الشعب الفلسطيني إليك. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا سمير عمر من القاهرة.